أنا اليوم جيت أتكلم معكم بصراحة وبوضوح. فأنا اليوم ما جيتش نقول لكم بأنني فهمتكم، لأنني فهمتكم. أنا اليوم ما جيتش نقول لكم عاودوا صوتوا عليا، لأنكم صوتتوا عليا. فأنا اليوم تولفت بالكرسي وتولفت بالبزولة، وما يمكنش قدر نتخلى عليها بسهولة. ما يمكنش تحرموني من البزولة، غادي نمغل ونمرض. فأنا اليوم جيت نقول لكم خبر يثلج القلوب. فلقد أصدرت الهيئة العليا بالرباط اليوم القرار القاضي بالبدء الفوري لوضع إعداد تصور شمولي براغماتي واقعي سهل تطبيق لمشروع قرار يتعلق بتشكيل لجنة خاصة لدراسة حيثيات ومتطلبات آلية العمل لإعداد مسودة تتضمن جدول زمني لاستصدار مفكرة توضح الإطار العام الذي سيحدد سبل إنشاء مجلس معني بحل جميع المعوقات، التي تعرقل عملية تذليل العقبات المرتبطة بتحديد المبادئ، مبادئ الأزمة، لأننا نعيش في أزمة فعلا. هذه مبادئ ستعطي انطلاق عملية تداول كل المسائل والإشكالات المتمحورة حول القضايا المنبثقة والقرارات التي ستصدرها اللجنة المزمع البدء في القريب العاجل. التفكير في تأسيسها من أجل هذا الغرض. فلهذا أيها الشعب الأبي وكذلك الأمي وحتى خالي، فنحن ومعكم وبكم نكون، وبدونكم نحن سنكون كذلك. المغرب كان على شفا حفرة، ونحن بفضل الله سنعطيه دفعة قوية من أجل خطوة إلى الأمام تكون هي القاضية. هذا بفضل الله علينا وعلى المؤمنين. ونحن قررنا بحول الله أن نعطي كل المغاربة بدون استثناء، كل المغاربة سنعطيهم ما أعطاهم الله. باش نوضحكم الأمور مزيان وتفهموا الكلام ديالي وتستوعبوا الحمولة ديالو، فأنا غنعطيكم أمثلة. شكون انت؟ انا الشعب. اش بغيتي مني؟